هل الأفضل للمرأة أن تعتكف في المسجد الحرام أم المسجد النبوي، أو الأفضل عدم الاعتكاف؟ لا بأس أن تعتكف المرأة في المسجد الحرام أو المسجد النبوي أو أي مسجد آخر، بشرط أن لا يكون هناك فتن، والمشاهد للمسجدين الشريفين المسجد الحرام والمسجد النبوي يرى أن الأفضل أن لا تعتكف المرأة فيه، لأنها لا يمكن أن تنفرد بمكانها، بخلاف الأمر في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، فإنه يمكن أن تضرب المرأة خداعا لها في المسجد وتبقى فيه، لكن في الوقت الحاضر لا يمكن هذا، فيحصل في اعتكافها من الشر والبلاء والفتنة ما لا ينبغي أن يكون في المسجدين. ربما تنام المرأة في مكانها فيمر الناس منها ذاهبين وراجعين، وربما تتكشف، لأن بعض الناس إذا نام لا يحس بنفسه، بل أكثر الناس. لذلك نرى أنه لا ينبغي للمرأة أن تعتكف في المساجد. نعم، لو فرض أن هناك مساجد غير الحرمين فيها أمكنة خاصة للنساء وأرادت أن تعتكف المرأة فيها فلا بأس، لكن بشرط أن لا تضيع شأن بيتها وزوجها وأولادها، لأن مراعاة بيتها وزوجها وأولادها أهم من أن تعتكف في المسجد، وهو أفضل لها، لأنها تؤدي واجبا والاعتكاف ليس بواجب. نعم، أحسن الله إليكم.